القمر بدر وشي غريب يالس يحصل. الأجواء متوترة، الكلاب تنبح بقوة، معدلات الجريمة تزيد، موجات الجنون تصيب كثير من البشر، ومصاصو الدماء استيقظوا من نومهم الطويل. القمر المكتمل كان له نصيب كبير في الأساطير القديمة. جمال البدر في زمن القدماء ضاع بين الحقيقة والوهم، وانتشرت قصص شعبية اللي تربط بين الليالي المقمرة وبعض الخرافات، مثل تحول الناس إلى ذئاب بشرية. في أسطورة انتشرت في قديم الزمان تتكلم عن رجل نبيل اسمه كورنفيليوس. كان يعيش في قرية رومانية صابها وباء مات بسببها كل أهالي القرية إلا هو، ما انصاب بالمرض واكتسب مناعة غريبة. وبعد هذه الحادثة صار عند كورنفيليوس 3 أولاد، ولكن حياتهم ما كانت سهلة، لأن واحد منهم عض خفاش فصار مصاص الدماء. والثاني انحكم عليه يمشي وحده في طريق البشر الفانين. أما الثالث فعض ذيب. وصار مستذئب، يتحول من رجل طبيعي تحت ضوء القمر المكتمل لمخلوق مخيف يشبه الذيب، بشعر كثيف يغطي جسمه وأنياب طويلة ومخالب قوية. وهذا الوحش البشري كان يمشي في كل مكان يدور على ضحايا. وعند شروق الشمس يرجع لحالته الطبيعية. قبل ما ندخل في مضمون بعض الحكايات الشعبية اللي اختلطت بالواقع من قديم الزمان واحتلت جزء كبير من قصص أفلام الرعب والجريمة، لازم نرجع للجذور اللاتينية لكلمة لونتك، اللي هي مصدر كلمة لونة وهي من أسماء القمر وتعني الجنون. هذا الارتباط بين الكلمتين في العصور القديمة يفسر العلاقة اللاعقلانية بينهم. أساطير كثيرة تتكلم عن تأثير القمر على الحالة العقلانية للبشر، لكن مع تطور العلم قدرنا ننفي الكثير من هذه الأوهام. مثلا الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو قدم نظرية أكد من خلالها أن الدماغ البشري يتأثر بجاذبية القمر، لأن أكثر أعضاء الجسم رطوبة. وبعد أرسطو أكد بعض الكتاب المعاصرين ومنهم العالم النفساني الأمريكي أرنولد ليبر أن تأثير القمر على السلوك ناتج عن تأثيره على مياه الأرض كالبحار والبحيرات، بالاعتبار أن نسبة المياه في الجسم البشري تصل ل60%، وهذا شيء يخلي ارتباط القمر المكتمل بسلوك الشاذ منطقي لحد بعيد. إنزين، لكن شو مدى صحة هذا الاعتقاد؟ هل تقدر جاذبية القمر المكتمل تأثر على خلايا الدماغ بنفس الطريقة اللي تتحكم بالمد والجزر على كوكب الأرض؟ معظم الباحثين في القطاع النفسي والعصبي وعلوم الفلك ينفون هذه النظرية ويعتبرونها خرافة، من بينهم عالم الفلك الأمريكي جورج رابيل، اللي قال إن بعوضة صغيرة اللي تعض يد الإنسان ممكن إنها تكون مصدر جاذبية أكثر من جاذبية القمر المكتمل على أجسامنا. العلم أثبت تأثير جاذبية القمر على المياه المكشوفة كالبحار والمحيطات والبحيرات، ولكن ليس على المحتويات المائية المغلقة ومنها الدماغ. وأيضا هناك اعتقاد بما أن نقدر نشوف
59% من سطح القمر من كوكب الأرض، ال 41% الباقية ما تظهر أبداً، وهي مظلمة ومتجمدة دائماً لأنها ما تتعرض أبداً لحرارة الشمس. ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟ الجواب ببساطة لا. هذا الغلط ناتج عن تقييد المادي، واللي يخلي القمر يظهر كأنه ثابت ما يدور. ونحن نعرف أن القمر يدور ببطء ويكمل دوره حول نفسه في نفس الوقت اللي يحتاجه ليكمل دورته حول الأرض. يعني نحن دائما نشوف نفس الوجه من القمر، لكن هذا الشيء ما له علاقة بكمية الضوء اللي يتلقاها الجانب البعيد من القمر، وشعة الشمس توصله لكن نحن ما نقدر نشوفها. على طاري الوجوه، تحدث البشر عن رؤية وجه رجل في القمر وألفوا عنها الروايات والأساطير. الأوروبيين القدامى كانوا يعتقدون أن في رجل تم نفيه للقمر بسبب جريمة ارتكبها على الأرض، بينما أسطورة رومانية تقول أنه سارق أغنام. ولكن شو هو التفسير العلمي لوجه الرجل على القمر؟ وكالات الفضاء كشفت سر اللغز اللي حير البشرية لقرون، وربطتها بتوزيع غير متناسق لفوهات الضخمة الناتجة عن اصطدام الكويكبات بسطح القمر قبل 4 مليارات سنة على جوانب قريبة وبعيدة من القمر. ويوم ننظر للقمر نشوف مناطق مضيئة وأخرى مظلمة، وبعضها يميل للون الرمادي الغامج، وهي مكونة من صخور بركانية، والمناطق اللي لونها فاتح هي الجبال. ممكن الناس يشوفون أشكال على سطح القمر، وهذا الشيء نتيجة لتصورات عقولنا مش أكثر، لأن العقل البشري يميل للتنبؤ. يعني نحن نحاول ندور معاني لأي شيء يصير طوال الوقت حتى نملي الفراغات اللي عندنا بالمعلومات. وظاهرة رؤية وجه غير موجود مثل الوجه اللي نشوفه على القمر هو نوع من ملء الفراغات، وهذه الحالة اسمها الباريدولية، وهي شائعة بين جميع البشر. أكيد أغلبكم سمع أن في بعض السنوات في شهور يظهر فيها البدر مرتين في الشهر الواحد، ولأن معرفتنا بأن دورة القمر حول الأرض تستغرق شهر كامل، هذا الشيء خلى هذه الظاهرة تشغل عقول البشر على مدى آلاف السنين. لكن شو اللي يخلي البدر يظهر مرتين في نفس الشهر؟ في كل سنة القمر يخلص دورانه حول الأرض قبل إتمام الأرض دورانها حول الشمس بحوالي 11 يوم. هذه الأيام تضاف لبعضها ليتكون بعد 2.5 سنين قمر جديد. في الحقيقة هو البدر نفسه، بس يظهر مرة ثانية والناس يسمونه القمر الثاني أو القمر الأزرق. في الحقيقة هذا القمر لونه مش أزرق، ولكن تقول بعض الروايات أن السبب يرجع لكتاب تقويم المزارعين المرجعي القديم اللي صدر لأول مرة في سنة 1792 في أمريكا وكندا، وهو يتكلم عن التنبؤ المناخي وجداول المد والجزر والقمر والشمس. وبهذا الكتاب تم تسجيل ظاهرة القمر الثاني بالحبر الأزرق بدل من الأسود المعتاد. ما هو شيء غريب أن يكون للناس في أيام أول أفكار غريبة عن القمر، ولكن الغريب أن ما زال في ناس ليومنا هذا وبعد حوالي 0.5 قرن من وصولنا لسطح القمر ما تخلصوا من الخرافات العالقة في رؤوسهم عن القمر. المجتمعات المتعلقة بخرافات القمر يسعون لمجابهة الظواهر الفلكية اللي تصيبه بطقوس غريبة مثل إطلاق الرصاص لبعاد شرور القمر العملاق أو الصياح والولولة، إلا أن العلم أكد أن هذه السلوكيات والاعتقاد بها شيء من الجهل والخرافة لا أكثر. نحن اليوم وصلنا لدرجة أن نقدر نتسلح بالعلم ونحارب الخرافات ونسجلها في دفاتر الماضي مثل قصص شيقة نرويها لأولادنا ونعلمهم عن رحلتنا مع العلم وكيف غيرت نظرنا لهذا الكون.